هوروسكوب مع داليا. بونجور. بكتير من الأوقات بتستيقظ بالصباح وأنت مشتاق للضحكة، يعني بتشعر بأنك بحاجة لتعيش بعض اللحظات السعيدة وبتنسى أنك قادر على الابتسام بمجرد وضع بوز لسرعة الحياة. يا أصدقائي، سرقت سرعة الحياة منا البسمة، ولكن بإمكاننا أن نعيدها إلنا بالتخصيص بعض الوقت لأنفسنا. أما هلأ خلينا ننتقل لخبايا الفلك، والبداية مع برج الحمل. بتداوم على عملك بانتظام، عزم وتفاؤل، وبتكون الدعم لزملائك اللي بحاجة للمساعدة. بيغمرك المحيط العائلي بالحنان والاهتمام، وبتعيش حياة كتير دافية. ينصحك الفلك معاملتهم بالمثل. برج الثور. بتكون المحرك الدافع للمؤسسة والقلب النابض اللي بيخليها تبقى نشيطة وفعالي. ببساطة انت المثل الأعلى، ومن الممكن انك ترشح للحصول على التقدير لطاقاتك. بتوسع دائرة علاقاتك الاجتماعية، وبتقوم ببعض النشاطات اللي بتفرح قلبك وبتسعد الشريك بأن معا. برافو. برج الجوزاء. بتبدل الأولويات لبلوغ الأهداف اللي حددتها لنفسك، وبتنجح بوضع الأسس الرئيسية لصعود سلم النجاح. بينصحك الفلك بأنك تكون صريح مع الشريك، لأنه إخفاء الحقائق بيؤدي للمشاكل، أما الصراحة فبتبعدها. برج السرطان. بتعيش تجارب غير اعتيادية، بتحمل بطياتها تساؤلات، حلول، معلومات ونجاحات محتملة. حاول الاستفادة منها قدر المستطاع. تتحسن أوضاعك العاطفية، وبتشعر بأنك أقرب للشريك، الأمر اللي بيجعلك تستمتع باللحظات الرومانسية اللي بتقضيها برفقته. برج الأسد. بيوعدك اليوم بالتسهيلات الكبيرة، بتمارس سلطة داخل مكان عملك، وبتسوي قضايا إدارية، وبتلقى المساعدة المطلوبة. بيتعرف العازب على شخص بيلفت انتباهه، وبدل التحدث معه والإفصاح عن مشاعره بيستخدم أسلوب المراوغة. أما المرتبط فبيكون صريح بعواطفه ومشاعره مع الشريك. برج العذراء. بتوظف طاقاتك هالأسبوع بخدمة مشاريع ناجحة. نصيحة الفلك إلك عدم توسيع دائرة أعمالك بأن واحد حتى ما تصطدم المشاكل. بتلاقي الشريك داعمك وعم بخفف الحمل عنك، بحررك من التزامات كانت تقيلة على كاهلك. لفتة مميزة منك نحوه ترفع له معنوياته. برج الميزان. حين الوقت لإيقاف الإحباط اللي عم بتعاني منه بالعمل، والاستعداد لمرحلة جديدة عنوانها التفاؤل والنجاح. بون كوراج. قلبك دقاته سريعة، فالشريك عم بيقدم لك حبه وإخلاصه وطاقاته على طبق من فضة. الله يهنيكم ببعض. برج العقرب. تبدأ مرحلة جديدة، بتغير الأجواء وبتبدلها نحو الأفضل، بتكون مرتاح ومنشرح وبتقدم أفضل ما عندك. تتحرك الكواكب بطريقة بتجعلك تشعر بالجاذبية والسحر، وبتجعلك تصطاد القلوب بدون رحمة. برج القوس. تنشغل بالتحضير لبعض المشاريع الجديدة اللي بتدر الأرباح المادية عليك وعلى الشركة. ثابر لتوصل. بتفكر بالاستقرار وبتبحث عنه، تلتقي بشخص مميز وبتشعر بارتياح كبير. برج الجدي. بحالفك الحظ وبيملي عليك حدسك القرارات الصائبة، وبتنفتح على أفاق جديدة. تنمى الأجواء الرومانسية وبتقوى الروابط العاطفية. بيلتقي العازب بصديق من الماضي بيلعب دور كتير مهم بحياته العاطفية. برج الدلو. بتحلم وبتحقق حلم كبير، أو بتبرم عقد بتفكر فيه، أو حملة إعلانية أو حتى إعلامية. تجنب الانفعال، الانتقاد والتذمر، وحاول تفهم أسباب ما يحصل. تعامل بهدوء وبدون انفعال. برج الحوت. بيتحدث الفلك عن تجديد وتحديث بأعمالك ومهامك. حاول تفهم التطورات، وخصوصا إذا كنت من مواليد الدائرة الأولى. ما توقع فريسة الغضب، وابتعد عن الانسحاب، وحاول مواجهة الشريك بوجهة نظرك. فلكل مشكلة حل. مع برج الحوت منكن وصلنا لمسك الختام، فقرتنا سوا بتنتهي لليوم. أما أنا فبعطيكن موعد جديد من التنين للجمعة بنفس الوقت، فكونوا على الموعد. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.